وبركاته معكم فيديو جديد وموسم الجيمنج. النهارده شو هنلعب لعبه دريم ليجو، بس مش هنلعب لعبه، مش هنلعب النهارده، هنعمل فرق بين الولاد والبنات في لعبه دريم ليجو. تابعونا. دريم ليجو بلعب لعبه الولاد اللي بيلعبوها، يلا بينا نجربها نشوف الولاد بيحبوها على ايه. ايه انا خد منك، الله اخد منك الكره، لا اخد منك الكره، اخص عشانك هتجيلي مسدس افجر عليك مسدس. اخدت منه كرة، ايوه يلا 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 يلا. بص يا جماعه، الجون ده هيبقى احلى جون ممكن واحد يدخله في العالم. الله عليا، انا بطل الدريم ليجو في العالم، انا خرافيه. هنلعب دريم ليجو يا جماعه، شوفوا حرفان، شوفوا اللعب الخرافي. الولد بقى لما يلعب دريم ليجو، بصوا اللعب، بص هاخد منه كرة، غني في نص الملعب. يلا انزل تعالى لي. انت قطعت مني الكرة؟ طيب ابلع. اهو شفت، خدت منك الكرة بسهولة تام، والجون هيدخل بسهولة تام. شفت يا جماعة الجون ده؟ الجون ده أقل حاجة ممكن أجيبها. الولاد بقى لما يلعبوا كورة، شوفوا اللعب.